نكمل قصة الديسكريبنسي اللي هي عدم التوافق ما بين الفورورد والريفيرس. أخذنا الحالات في الفورورد ونلخصهم بكم مشكلة في الفورورد اللي هم ميسنج أنتيجين، إكسترا أنتيجين، وفي عنا ويك أنتيجين. تمام، نبدأ الآن بالنسبة للريفيرس وعرفنا حل كل مشكلة وين نحط ايدنا. اول اهم ثلاث شغلات نعرفهم انه نحط ايدنا على المشكله، نحدد هل هي في الفورورد او الريفيرس، نعرف ما هي طبيعه هاي المشكله، ونعرف الحلول لها. هذا اهم ثلاث شغلات بتهمنا في الديسكريبنسي. نبدا الان بمشاكل الثانيه اللي هي مشاكل الريفيرس جروبنج. الريفيرس جروبنج عندنا مشكلتين اساسيات، اما اكسترا انتيبادي او ويك، او وجود سوري ميكس missing and weak antibody مع اللي هو extra antibody. إذا في عندنا مشكلتين، إما تفاعل ضعيف أو مش موجود، دلالة على إنه إما الأنتيبادي ضعيف أو مش موجود. الشغلة الثانية ممكن يكون عندنا زيادة في الأنتيبادي. نبدأ في missing أو weak antibody. missing أو weak antibody في عندنا ثلاث حالات مسؤولة عن ضعف الرياكشن، مسؤولة عن إنها بتأثر على تفاعل الأنتيبادي الموجود في بلازما المريض. لنيو بورن، وعرفنا انه نيو بورن مستحيل اقدر اعمل لهم ريفرس جروبنج، صح ولا لا؟ قبل 6 شهور او 3 إلى 6 شهور. ليش؟ لانه جهاز المناعه بقى لسه مش متعرف على انتيجينات، وبالتالي الانتي بودي مش متكون. اذا نيو بورن مستحيل اقدر اعمل لهم ريفرس. اذا لو وجدتني معينه من الحضانه مطلوب اعرف الفورورد، او مطلوب اعرف البلد جروبنج لهذا الطفل، بينفع اخذ منه بلازما او سيرم مع سيلز فقط اني اعمل له ايش؟ فورورد. وفي اليه للتاكيد على الفورورد وحنعرفها كمان شويه. الاولد ايج، كبار السن، معروف مع العمر جهاز المناعه بتقل كفاءته، بتقل كفاءته في العمل، فبالتالي نجد انه الانتي بودي بصير فيه ويكند ان رياكشن، تفاعله بكون ضعيف. الحاجه الثانيه انه في عندنا هايبو جاما جلوبيولينيميا، ناس عندها خلل يا مس بعد، في عندنا اللي هو هايبو جاما جلوبيولينيميا، ناس عندها خلل في الجاما جلوبيولين، في عندها نقص في انتاج الجاما جلوبيولين اللي هي عباره عن الاساس اللي منه بتتكون الانتي بودي. اذا في عندنا اما كميه قليله من الانتي بودي للتفاعل، او ما فيش اساسا انتي بودي. هاي الحالة الناس هدول بيكونوا اميونو كومبرومايزد بيشنت. تمام، غالبيا في الريفيرس قال لك في الغالب مع الناس اللي عندها اميونو كومبرومايزد او الاولد ايج او نيو بورن نجد انه فيش تفاعل في الريفيرس في الغالب، لكن في بعض الاحيان نجد انه هناك تفاعل ضعيف ويك. الان في عندنا امثله. في المثال الاول في عندنا بيشنت 1 و2 و3 تم اجراء لهم فورورد وريفيرس واكتشفوا انه عنده ايش؟ عنده ديسكريبنسي. خلينا ناخذ الفورورد. الفورورد ايش بيحكي؟ انه عنده طب الريفيرس فيش انتي بودي، اذا بيتكلم عن فصيله دم اي بي، اذا ايهما بشك في تفاعل، الفورورد ولا الريفيرس؟ الريفيرس. في عندنا ميسنج انتي بودي، في عندنا ميسنج انتي بودي. تمام، في عندنا ميسنج انتي بودي. طالما انا عندي تفاعل سترونج مع انتي اي، اذا هناك هذا التفاعل هو اللي انا بشكش فيه، بشك دائما في التفاعل الغايب او المش موجود او الويك او الميكس فيلد كمان. تمام، الان في البيشنت رقم 1 هو عباره عن نموذج لتفاعل عينه نيو بورن. ايش يعني؟ طفل مولود جديد، اخذنا منه سيلز فعلناها مع انتي اي وانتي بي، طلع فصيله الدم اي، لكن في الريفيرس فيش امكانيه يعطي رياكشن لانه فيش انتي اي او انتي بي عنده. تمام، الاصل انه هذا الطفل انتي اي بوزيتيف، اذا هو اي جروب، صح؟ المفروض يكون في البلازما تبعته انتي بي، المفروض يكون هنا في سترونج بوزيتيف، لكن لانه نيو بورن وعمره اصغر من عمليه من انه يتكون عنده انتي بودي، بالتالي ما اعطاش رياكشن. إذا نحط بعين الاعتبار إنه أنا بشيك على عمر المريض، والله إذا كان جايين من الحضانة بعرف إنه ما جاش لسه العمر 6 شهور، إذا مستحيل أقدر أعمل ريفرس جروبنج لنيو بورن. الحاجة الثانية، تعال على المريض رقم 2،
مريض رقم 2 الفورورد تبعه بي ريفيرس اي بي. اطلع على هذا البيشنت، هو عباره عن شخص كبير في العمر، فيري اولد. احنا عارفين ايضا انه مع جهاز المناعه مع العمر جهاز المناعه بقل كفاءته، فبالتالي بقل عمليه انتاج الانتيبادي، وايضا بتقل كفاءه الانتيبادي في التفاعل، فنجد اما تفاعل ضعيف او غايب تماما. وهذا اللي بين معنا من شويه، حكينا في السلايد السابقه حكينا انه في عندنا غالبيا نجد انه في الحالات هذه نو اجلوتينيشن، لكن في حالات نادره ممكن الاقي ويك اجلوتينيشن. تمام. البيشنت رقم 3 اطلع عليه، فورورد ريفيرس اي بي اي بي، في عندنا ميسنج للانتيبادي. قال لك هذا الشخص عنده اما انه حاله هايبو جاما جلوبيولينيميا او اجاما جلوبيولينيميا، يا اما عنده نقص في انتاج الجاما جلوبيولين او غايب تماما. في هاي الحاله انا لو رجعت الدياجنوسيس لهذا الشخص ممكن يساعدني في حل المشكله. اذا استثنيت العمر عنده ولو جدت انه لسه ما زالت المشكله قائمه، ممكن نطلب فحص تحليل الجاما جلوبيولين عنده كفحص اضافي للتاكيد على الحاله. بالنسبه للحاله الثانيه، الحاله الثانيه مالها؟ الزلمه الكبير بس بقل جهاز المناعه، طب انا ما معدوم ولا حاجه ولا رياكشن. ما هو قال لك انه في الاولد ايج ونيو بورن والجاما جلوبيولينيميا هايبو جاما جلوبيولين نجد انه نو رياكشن في حال هاي الحالات العامة، لكن في بعض الاستثناءات انه ممكن تلاقي ويك رياكشن بلس 1 مثلا. تمام؟ لكن الغالبية انه بكون نو رياكشن. ما هو الحل؟ احنا عرفنا الآن المشاكل، عرفنا المشكلة انها كانت في الريفيرس، حددنا أسبابها إما نيو بورن، أولد إيج أو هايبو جاما جلوبيولينيميا أو أجاما جلوبيولينيميا، يعني بتعامل مع شخص ميونو كومبرومايزد بيشنت. تمام؟ ما هي الحلول؟ بكفي ما بيكفي اني انا اعرف المشكله وبس، لازم اعرف الحل، وبعد ما اعطي حل لازم اتاكد انه النتيجه فعلا انحلت بعد ما انا مشيت بهي الاجراءات ولا لا. الحل الاول انه نعمل شيكينج للايج، اشوف عمر المريض، هل هو كبير في السن، هل هو اولد ايج، هل هو نيو بورن ولا ايش. الشغله الثانيه بعمل التفاعل بعيده ولكن بستخدم درجات حراره منخفضه. ليش؟ ليش؟ لان انا بتعامل مع انتي اي او انتي بي الموجودين في بلازما المريض. بالضبط، هو افضل تفاعل لها على 4 درجات. ممكن يكون هذه الانتي بودي محتاجه درجات حراره اقل عشان تبدا عمليه الارتباط بالانتي بودي بالانتيجين ويحدث عمليه الاجلوتينيشن. عشان هيك لازم انا اخفض درجه الحراره الى ايش؟ الى 4 درجات مئويه، بعيد التفاعل على 4 درجات مئويه. قال لك لكن في هاي الحالة لازم تعمل حاجة تسمى كواليتي كنترول. ايش الكواليتي كنترول لهي الخطوة؟ قال لك انك تعمل حاجة تسمى اوتولوجس كنترول او اوتو كنترول. اخذناها سابقا. ايش هي الاوتولوجس كنترول؟ عبارة عن خلط سيرم المريض مع خلايا نفسها. تمام؟ مع خلايا نفسها. ليش انا عملت هاي الحاجة؟ لانه في عنا حاجة تسمى هارمليس اوتو انتي اي، اخذناها بالعمل امبارح. هارمليس اوتو انتي اي معظم البوبيوليشن 100% من البوبيوليشن احنا عندنا انتيجين يسمى اي انتيجين على سطح خلايانا. تمام؟ وايضا عندنا الانتي بودي ضد هذا الانتيجين، لكن هذا الانتي بودي لا يرتبط الا على 4 درجات مئويه. مش بست، هو ما بتفاعلش على 4 درجات، مستحيل يتفاعل على 20 او 25 او حتى على 37 و30، الروم تمبريتشر بتفاعلش. عشان هيك طالما انت حولت التفاعل المفروض اني انا اعمل على الروم تمبريتشر، حولته على 4 درجات، قال لك حط علامه استفهام انه ممكن الرياكشن اللي اذا طالع بوزيتيف يكون عندنا سببه اوتو انتي اي. عشان هيك اعمل اوتو لوجس كنترول. الاوتو انتي اي ايش بيعمل؟ بيرتبط مع خلايا المريض، يعني في الاوتو كنترول ايش حيعطي؟ بوزيتيف. تمام؟ الان خلينا احنا فعلت هي السيلز المريض. تمام؟ فعلنا سيلز المريض مرة مع أنتي A ومرة مع أنتي B. تمام؟ طلع عندنا في الفورورد رياكشن معين، لقيت إنه هذا الرياكشن اختلف مع الريفيرس، شكيت إنه المشكلة في الريفيرس. تمام؟ مشكلة كانت في إيش؟ في الريفيرس. الآن باخذ سيرم المريض، باخذ إيش؟
سيروم المريض. سيروم المريض الآن حفاعله مع خلايا سل الريجنت A وسل B، تمام؟ أعطانا رياكشن في أول ما عملنا فورورد وعملنا الريفيرس. الفورورد أعطاك كل النتائج نيجاتيف، اختلف مع الفورورد، وليكن أنا أعطاك بوزيتيف هنا وهنا أعطى نيجاتيف، تمام؟ أو زيرو رياكشن. هنا أعطى زيرو رياكشن وزيرو. الآن في خلل ولا لا؟ أول خطوة أنت اكتشفت أنه المشكلة في الريفيرس، في عندك ميسنج للأنتيبادي، صح؟ في هاي الحالة قال لك احتمال يكبو. أول حاجة اعمل ايج شيكينج للايج، ممكن يكون اولد، تمام؟ الآن أنا بتعامل مع أنتيبادي في السيرم هو من نوع اي جي ام، صح؟ الاي جي ام البيست رياكشن على قديش؟ 4 درجات مئوية. الآن بالضعط احتمال إنه هذا الاي جي ام مع ضعف مع كبر السن فقد كفاءته في التفاعل، عشان هيك لازم أعطيه درجة الحرارة اللي هو بيتفاعل عليها بشكل أكبر اللي هي 4 درجات. إذا بعمل بعيد التفاعل مرة ثانية، ريبيت التست آت 4 درجات. لكن هنا في عندك مشكلة، في عندنا مشكلة. إذا احنا عملنا على 4 درجات وإذا طلع معنا أجلوتينيشن، بشك في هذا الأجلوتينيشن، ما هو سببه؟ ممكن يكون سببه أوتو أنتي آي. إيش هو أوتو أنتي آي؟ عبارة عن أنتيبادي أجينست آي أنتيجين الموجود إجمالاً على سطح خلايانا كلها، خلايا الأر بي سيز كلها. يعني الآن إحنا عدد البوبوليشن اللي عندنا نعتبرهم 30. الآن إحنا 100% كلنا عندنا آي أنتيجين، وبنفس الوقت عندنا اوتو انتي اي. ما دام عندي انتي بادي ضد الانتيجين الموجود على خلايا، اذا بعتبره اوتو انتي بادي، تمام؟ هذا الانتي بادي لا يتفاعل الا على درجه حراره 4، عشان هيك اعتبرته هارملس، مش مؤذي، لانه فيش جسم بشكل طبيعي بيصل لدرجه حراره 4 بضله عايش، تمام؟ عشان هيك ممكن تكون المشكله في الاجلوتينيشن صار بعد ما انا خفضت ال4 درجات سبب الاوتو انتي اي. عشان هيك الريزوليوشن تبعنا ايش بده يكون؟ عشان اتاكد انه الرياكشن هذا سببه الانتي بادي الاي جي ام الخاص بالاي بي او سيستم، ولا انتي بادي الخاص ضد الاي انتيجين، الريزوليوشن تعمل اوتو كنترول. فاذا طلع الاوتو كنترول بوزيتيف، معناته انا بتعامل مع ايش؟ بتعامل مع اوتو انتي بادي. اذا اعطاك بوزيتيف حيطلع اوتو انتي بادي، لكن اذا اعطى نيجاتيف الاوتو كنترول خلص بعتمد نتيجه اللي اعطتني اياها على 4 درجات وبحدد فصيله الريفيرس، خلاص؟ تمام؟ اذا نزلت على 4 درجات مئوية بدي اعمل اوتو كنترول عشان اشيك على فعلا النتيجه اللي حصلت عليها على 4 درجات هي نتيجه تفاعل الانتي بادي الخاص بالاي بي او في سيرم المريض مع السنسر ريجنت، مش سببها الاوتو انتي اي، تمام؟ الشغله اللي بعد هيك ممكن اعمل شيكينج للدياجنوسيس. هذا الشخص مريض ميونو كومبرومايزد بيشنت، عنده انخفاض في جهاز المناعه، عنده جاما جلوبولين انخفاض فيها اما كومبليت غياب تام او انخفاض في عمليه الانتاج. لو كان هذا الشخص له دياجنوسيس هي انكتب وبأنا بقدر أكشف عنه من الريكوست اللي وصلني، ملهوش دياجنوسيز إيش بعمل؟ قالك في هاي الحالة ممكن نلجأ إنه نفحص له تركيز الجاما جلوبولين. إذا هي باختصار شديد نرجع مرة تانية نلخص كل اللي أخذناه في السلايدة هذه. الآن الريزوليوشن لا مشكلة الميسنج أنتي بادي أو الويك رياكشن الخاص بالريفيرس سببه إني أعمل شيكينج للدياجنوسيز والإيج. هاي أول خطوة. الخطوة اللي بعدها انه انا بعمل التفاعل على الروم تمبرتشر، تمام؟ زود الانكيوبيشن بيريود، زودناها ل 15 دقيقة لربع ساعة في الروم تمبرتشر، واشوف التفاعل. ليش انا زودت المدة الزمنية؟ اعطيت مجال للانتي بادي اذا كان موجود يرتبط مع السيلز اللي هي الري ايجنت.
إذا طلع نيجاتيف نرجع لإجراء آخر، أعيد التفاعل على 4 درجات مئوية لمدة 5 دقائق، ولكن في هاي الحالة بلزمني أوتولوجس كنترول أو أوتو كنترول. الآن انتقال الأنابيب من روم تمبرتشر ل 4 درجات مئوية بنسميه ميني كولد. إذا الحل لهي المشكلة ميني كولد. إيش الميني كولد؟ حضر روم تمبرتشر مدة 15 دقيقة، طلع نيجاتيف ننقل الخطوة اللي بعدها اللي هي خفض درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية ونعمل انكيوبيشن لمدة 5 دقائق مع وجود أوتو كنترول. في هاي الحالة الأوتو كنترول ضروري جدا عشان أقبل النتيجة أو أرفضها، تمام؟ في أي سؤال لحد الآن على الميسنج؟ إذا الآن طلعت نتيجة 4 درجات مئوية طلعت بوزيتيف شكيت فيها، هل هي أوتو أنتي آي ولا سببها الأنتيبادي الخاص بالأي بي أو؟ قال لك إيش تعملي؟ اعمل أوتو كنترول. إذا طلعت الأوتو كنترول بوزيتيف إذا هذه النتيجة سببها الأوتو أنتي آي، خلاص؟ بتعتمد نتيجة 4 درجات مئوية. الآن المشكلة الثانية اللي بتواجهنا في الريفيرس جروبينج هي اكسترا انتيبادي، انتيبادي مش متوقع وجوده لكن كان موجود. الأسباب ممكن يكون كولد انتيبادي، وهذا الكولد انتيبادي ما معروف اي جي ام، قد يكون الو او اوتو. الو او اوتو، الو يعني انتيبادي ضد انتيجينات اخرى، اما الاوتو هو انتيبادي ضد انتيجيناتي انا، تمام؟ فالكولد انتي بادي ممكن يكون انتي اي اللي هو اوتو انتي بادي او انتي اتش ام ان بي، تمام؟ ممكن هاي الانتيجينات تكون موجوده على سطح الخلايا الريجنت، مش انا بتعامل في الريفرس بريجنت. الخلايا في الغالب في الريجنت ما بيكون فقط عليها انتيجينات الاي والبي فقط، وانما فصائل اخرى، تمام؟ من ضمن الفصائل ممكن يكون اي اتش كابيتال ام ان وبي، وصدفه اجى في سيرم المريض انتيبادي ضد هذه الانتيجينات، تمام؟ هذا الانتيبادي كلها من نوع اي جي ام، طبعا انتي لويس اضف الى قائمتهم ايضا انتي لويس. ممكن يكون سبب الاكسترا رياكشن في الريفرس عندنا رولوكس، لاحظين انه رولوكس مشتركه ما بين الفورورد والريفرس. ايضا ممكن يكون اكسترا انتيبادي ثاني زي انتي اي 1 عند الناس اللي فصيله دمها اي 2 او اي 2 بي.